اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم بيت عبده وشيما. وشيما ازيك يا شيما؟ عامله ايه؟ ازيك يا عبده؟ عامل ايه؟ الحمد لله. احنا خلاص يعني الناس زهقوا مننا. ليه بس؟ ما احنا في البيت هناك وهنا عادي يعني يا عبده، مش مشكله. يلا مش مشكله. احنا خلينا نرحب بضيوفنا ونشوف مين معانا النهارده. معانا استاذ محمد علي صاحب شركه الخليج. اهلا وسهلا. انا معاك مستر. نورنا استاذ محمد. استاذ محمد كان منورنا في حلقه قبل كده، وان شاء الله مع بعض حلقات كتير عشان نستفيد من كل المعلومات اللي عند حضرتك. تحت امرك. ان شاء الله. معانا الشيف اشرف. الشيف اشرف اهلا بك يا شيف اشرف. ازيك يا شيف؟ الحمد لله تمام. الاخبار تمام؟ الحمد لله. تعمل لنا ايه النهارده بقى؟ في شويه حاجات كده حلوين. تمام. مختلفه شويه. اوكي تمام. هنبتدي بايه اول وصفه؟ هنعمل اندر بريك تشيكن رول. اوكي. بالشعريه. تمام. يلا بينا نبتدي. دي اسمها ايه الوصفه تاني؟ اندر بريك تشيكن رول. اندر بريك تشيكن رول بالشعريه. دي حاجه جديده هنعملها، وطبعا ايه مكوناتها هتنزل معانا على الشاشه عشان نبدا ايه نشتغلها مع بعض. اوكي. ايوه يا شيف. اتفضل بقى قول المكونات. احنا طبعا فقره المطبخ فقره اساسيه عندنا، بنحب نبدا ايه بيها الاول. خليك معاهم بقى وابدا اشرح للناس كده الوصفات معانا هتبقى ايه. طبعا احنا بننزل بالزبده بتاعتنا او السمنه. بالزبده او بالسمنه. مستر محمد ليك في المطبخ تحب تقف تعمل؟ طبعا طبعا. ذواقه ذواقه من الدرجه الاولى. طيب هنبدا بالزبده. تمام. بس اول ما تبقى ملت تبقى سايحه بس. تمام. نبتدي ننزل بالبصل. بالبصل. مستر محمد بقى تحب تقف في المطبخ ايه اللي ممكن تحب تخش تعمله كده؟ يعني البيض ومشتقاته. يعني المقلي. بيض مستر ما بيض مقلي، بيض مسلوق. ممتاز فيهم. كده زي الفل صح كده؟ لا هو ذواقه حلو، انما اخش عملي لا. انت حضرتك هتجيب لك جاهز وادوق واقول التست. انت تقيم. دي شغلانه مهمه طبعا. على فكره كان معانا هنا ضيف قبل كده قال لنا ان في ناس دي شغلانه مكونات. ايوه احنا عاملين جمعيه. نزلنا بالبصل. احنا المكونات بتاعتنا ايه وايه والوصفه هتنزل معانا برضو. الوصفه ان شاء الله هتنزل كل ده ننزل بالبصل اول بس بياخد الجريتان بتاعه. دي وصفه ال احنا بننزل بس بالشعريه الاول، بنضطر ان احنا بنعملها كلها. تمام. ده اول حاجه. بعد كده بنستنى اما بس البصليه يعني تدبل شويه. تمام. وبعد كده ايه بنضطر ننزل بالشعريه. الشعريه تاخد لون الجريتان بتاعها. وبعد كده بنزل بالبيوم بتاعها اللي هي الميه العاديه. تمام. بدايه بعد دلوقتي حاليا يا شيف معانا على الهواء علشان الناس ايه تتابع معانا وتعرف الوصفه بالمقادير بتاعتها. طيب احنا معانا 300 جرام شعريه. شاطره يا شيما. و200 جرام جزر مبشور و والله ده كمل يا عبد كده. 100 جرام جزر مبشور ونص فرخة مسحب و100 جرام حمص مسلوق و30 جرام فلفل الوان و150 جرام صلصه بويه، وهيحط الزعتر والبصل البودره كرفس كزبره. يعني التوابل دي على حسب اللي يحبها شيف ولا دي توابلها؟ هي بتبقى مثلا حسب السعرات الحراريه بتاعتها. هي التركيبه كلها راكبه يعني جايه مع بعضيها، بس احنا ما بنضطرش برضو ان في حاجات في ناس عندها حساسيه من بعض التوابل فبنزودهاش. بتبقى احنا بنحط اللي هو يعني النورمال بتاعتها بس. اللي هو تدي التست بتاعها. تست تمام يا شيف. بس تمام. شيف معانا بقى ويتكمل مع الناس ونكمل الوصفه. أوكي. عبل ما تبدا ايه الشعريه تحمر منك نرجع بقى لمستر محمد. منورنا استاذ محمد. بنورك. شركه الخليج لانشاء واداره المطاعم وتاسيس المطاعم. وتاسيس المطاعم طبعا مهمه جدا. مهمة. تاسيس المطاعم. التاسيس والانشاء بيجوا قبل الاداره. قبل أكيد. الاداره اكيد طبعا. اكيد يا استاذ محمد. حابين بقى نعرف منك النهارده احنا عايزين نتكلم عن مشاريع الشباب والشركه. ايه المشاريع اللي فيها اللي بتخص الشباب؟ لان الشباب دايما هي اللي ايه متحمسه ان هو يعمل مشروع يخش في حاجه جديده. فايه اللي موجود في الشركه وايه اللي بتقدمه النهارده؟ في اخر 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 مستجدات اخر مستجدات المشاريع الموجوده للشباب هو مشروع الكونتينر. انا بوفق لك كونتينر اللي هو المعروف ال 6 متر ونص في 2 متر وهو بيبقى حاويات بتاع حاويات تجاريه. طيب يعني الكونتينر بتاع الحاويه بتاع التصدير هو ده اللي بيشتغل فيه بالظبط. بنحوله لمطعم متنقل. مطعم متنقل. بنجهز الكونتينر بال لو في صور موجوده نقدر نبص عليها. في صور هتنزل معانا ليه الكونتينر وهو متجهز. بنجهزه من الداخل بالافران والبوتاجازات والثلاجات والارفف وكانك في مطعم بالظبط. والميه والصرف وكل حاجه. وبنجهزه للشاب ويقدر ياخده يوديه لاي محافظه في مصر.
يعني ما هو ثابت في مكان؟ لا مش ثابت في مكان. لا هو بس الشاب عليه حاجه واحده، ان هو بيجيب التصريح من الحي او من المحافظه اللي هو فيها ان هو هيقف في الحته الفلانيه. عشان يقف في المكان ده ويقدر يستغله. بالظبط. طبعا الصور معانا على الهواء، دي الصور بتاعت دي احد النماذج اللي معانا، مشروع بيكري كافيه، او هو بيقدم بيكري وبيقدم كافيه في نفس الوقت، وده الفرن بتاع بيتزا اللي قدامنا في الكاميرا. تمام. او في التلفزيون، وده الكونتينر من جوه. تمام. ثلاجات وترابيزات، احواض، مكان اكسبريسو. طب ده علشان الحجم هيبقى المطعم مقتصر على حاجه معينه، ما يقدرش يفتح في كذا مجال، ولا يقدر يعمل كل شيء فيه؟ هو احنا لما بنحط للشاب بنقول له انت هتاخد المشروع ده او انت هتعمل المشروع ده، هو ده المطبخ، احنا نقلنا لك المطبخ، المساحه اللي قدام منك اما تستغلها اما تشتغل تيكاوي ودليفري. تمام. فبالتالي المساحه اللي المساحه اللي معايا بتاعه الكونتينر بيبقى متخصصه، بتجبرك على ان انت تتخصص. صح. ودي ميزه مش عيب. ميزه التخصص في الاكل بيبقى ممتاز، تلاقي حد مركز على مثلا الشاورما، حد مركز على منتج معين، التركيز في المنتج ده بيدي ربحيه اعلى من ان انت تشتغل فيها كده. وفي التست بتاعها بيظبط نفسه فيها بالظبط. تمام. فانا بدعو لكل شاب ولكل حد بيفكر يفتح مطعم، بقول له لو سمحت بليز تخصص. تخصص تخصص في حاجه ركز فيها. طيب نرجع لشفنا. الريحه بدات تطلع يا استاذ محمد، واخد بالك الريحه؟ بدات. شايف ايه الاخبار؟ تمام. عملنا ايه دلوقتي؟ احنا بعد ما خدنا الجريتان بتاع الشعريه نزلنا بالجزر المبشور، وبعد كده نزلنا بالحمص المسلوق. بالحمص المسلوق. تمام. طبعا زي ما حضرتك شم الريحه بقى. جوعنا يعني. جوعنا. تمام. عبل ما نبدا نجهز. ايوه استاذ محمد، ما احنا سمعنا ان في مشروع مطعم او مطعم شباب ب 80 تاخد 80,000 جنيه، كلمنا عن الموضوع ده. 80,000 جنيه شامل كل حاجه؟ تاكيد شامل كله. كامل يعني 80,000 كل حاجه. كامل. طيب. اللي هو الكونتينر اللي قلنا عليه ده سعره شامل الحاويه والتجهيزات وبتستلمه على الشغل 80,000. 80 يعني اجهز كل شيء واخد المطعم جاهز؟ جاهز. 80,000 جنيه فقط. بالظبط. بيتنقل حتى بالنقل كمان للمحافظه اللي انت فيها. وبالنقل يعني المطعم برضو متنقل معانا. بالظبط. توصيلات الكهرباء، الميه، كل حاجه موجوده، كهرباء وميه وصرف والغاز لو هتشتغل غاز طبيعي او هتشتغل غاز عادي انابيب، كل الحاجات دي متوفره داخل الحاويه. طب ده يخليني اسالك استاذ مستر محمد سؤال مهم، نسبه الامان او الامان جوه عاملين ايه عشان الامان؟ سيفتي مش 100% 200% 200% امان. لان احنا بنتكلم عن حاويه من المعدن من الستيل. ما فيهاش اي خشبيات، حتى المواد المستخدمه لوضع السيراميك داخل المكان هي سيفتي، لان ما فيهاش ادنى اخشاب. بيتم وضع عوازل للحراره، يعني لو لا قدر الله حصل حريق جوه ما بتولعش او المكان ما بيشتعلش بسرعه، درجه الاشتعال بتاعته بتبقى ابطا من الحاجات العاديه زي الاخشاب. كل ده يعني معمول حساب الحاجات دي يعني كلها، يعني حتى الكواليتي وكل شيء، كل ده داخل ال 80,000 جنيه بس. داخل ال 80,000 جنيه. تمام. وبيستلم الحاويه جاهزه وبنقلها على المحافظه، وبنديله كمان دراسه الجدوى هيشتغل ازاي، ولو عايز الكونسبت الصنف اللي هيبدا يشتغل فيه بنرشح له الاصناف اللي احنا هنشتغل فيها او اللي هو هيبدا يشتغل فيها. بتديله يعني بتديله فكره بنديله الفكره هتشتغل في كذا، وده هيطلع منتجه كذا، ونسبه الربح كذا، والحاجات دي كلها. خليني برضو مستر محمد معاك، بنستفيد بحاجات كتيره والناس بتبدا تعرف حاجات اكتر واكتر. ربنا يخليك تحت امرك. بس عايزين نعرف برضو الشركه ايه اخر مشاريعها وايه اخر حاجه بدات فيها؟ هو حاليا اخر مشروع لينا مطعم حمزاوي، او مطعم في بني سويف باسم حمزاوي. المطعم ده تكلفته تعدت ال 80، بقى 100,000. 100,000. معمول على الطراز الحديث، ديكورات موديرن. تخصص، ودي ميزه التخصص، بتديك امكانيه كمان ان انت تفتح باقل المبالغ. المطعم على مساحه جامده جدا، وحتى كان صاحب المحل كان مستغرب، او صاحب المطعم كان مستغرب، ال 100 هتكفي؟ ال 100 هتكفي. ده في فائض كمان. والله عاملين له فائض منها. طيب. ان احنا لينا طريقه شويه في توزيع راس مال المشروع. احنا اول حاجه بنشيل منه نسبه 30%، بيتركنه بعيد خالص الى يوم الافتتاح.
وبنبدا نشتغل بالمبلغ الباقي اللي هو 70,000. هي دي بقى ميزه اللي يروح الاستاذ محمد علي ويبدا يفيد دراسه الجدوى لكل حاجه. معانا الفكر الناس كان جاي ان انا لا انا مش هروح لشركه، انا ابدا واجيب الصناعيه وانا اعمل واعمل، ويلاقي نفسه الميزانيه ما هوش عارف هي هتبقى حدودها قد ايه بالظبط وبتخرج منه. لكن بالزبط. هنا هيجي انت عارف ميزانيتك قد ايه هتعمل كل حاجه يا عبدو، يعني من البدايه للنهايه من حتى ولكن من الاول الكونسبت لحد كل حاجه في الاخر يعني. تمام، خد بال حضرتك لما حضرتك بتروح تاسس بايدك فسعر المتر في التشطيب والتاسيس يفرق معاك عن معايا انا. احنا معانا في الشركه بيبقى بياخد مشروع واثنين وثلاثه واربعه، فهو سعر المتر سواء كان في السيراميك او في الانشاء او في الكلام ده كله بيبقى اقل عندنا اكيد. انما هو بيعتبر حضرتك حد معدي فهياخد مطعم او هيعمل حته صغيره، فبالتالي بياخد بقى بيحسب لك باليوم وبيحسب لك بالمتر سعره وكذا وبيغلف الحاجات طبعا. احنا معانا كمان تقرير لصاحب مطعم حمزاوي هينزل معانا على الشاشه، بس قبل ما ينزل وهنشوف الشيف عمل معانا ايه وجهزنا ايه. احنا لسه الاخبار احنا دلوقتي خلاص الشعريه خلاص ضن. تمام. عندي الاندر بريك رول هو نص فرخه مسحب مخلي من العظم تماما. نص فرخه مسحب مخلي من العظم تماما. تمام. واخد توبنج من جوه انسايد رول. تمام. واخد فلفل الوان، واخد جبنه موتزاريلا، واخد جبنه جوده، واخد مشروم واتعملت رول واتسلقت نص سلق وخدت الجريتان بصلصه بزعتر وهتخش الفرن تاخد الوش الجريتان ده. اوكي حلو قوي. تمام ماشي. بس هتطلع اب فوق شرقي. الوصفه دي حلوه قوي كمان للناس عاملين دايت. تمام. هي شويه هيلثي بس يعني دي جديده من نوعها وحتى تقدر الناس تعملها في البيت. يعني تقدر ان هو حاجه جديده للشعريه وسهله انك تتعمل في البيت. اللي هو ممكن مثلا بدل ما انا عندي شعريه بتعمل في الرز وبتتعمل في الشوربه او بيون، لا لا هي الانجريديان كله حضرتك هتشوفي في الاخر. هي صراحه جديده يعني. جديده ومكوناتها كلها في كل بيت يعني اي حد عايز يخش يقدر يعملها في المتناول. يعني هيقدر هو في المتناول. دلوقتي احنا هندخل الفراخ الفرن تاخد بس الوش الجريتان بتاعها عشان تحط على الشعر. تمام اوكي ماشي اتفضل معاك. ومعانا بقى ايه التقرير هنطلع برضو ليه لمطعم حمزاوي. تمام. هنشوف حمزاوي. استاذ محمد رمضان. احمد رمضان. احمد رمضان. احمد رمضان. اوكي هيبقى معانا دلوقتي. طيب على ما جهز لنا الفيديو وعايزين نعرف منك. جاهز جاهز هيبقى معانا دلوقتي. طيب هنطلع نشوف ايه كلمه استاذ احمد. احمد عرفات صاحب فكره انشاء مطعم متخصص في الشاورما فقط وكل انواعها، وشجعني الحقيقه على كده بمجرد اتصالي وعامل كونتاكت مع مستر محمد مرسي رئيس مجلس اداره شركه الخليج لانشاء وتاسيس المطاعم والكافيهات. الحقيقه شجعني وكان ليه فضل كبير جدا في ان هو يدفعني الامام واخذ الخطوه واتجرأ الحقيقه ولا زال حته الخوف من عندي. المطعم زي ما كنتم شايفين هنا لسه في البدايه، احنا يا دوب بدلنا العهد بتاعه الايجار وهو في مدينه بني سويف في شارع عبد السلام عارف تحديدا، وان شاء الله تكون فاتحه خير علينا حمزاوي. وطبعا اسم المطعم تقريبا اتفقنا على انه اسمه يكون حمزاوي، وان شاء الله يعجبكم الاسم ويعجبكم الاكل ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. شفنا التقرير الاستاذ احمد صاحب مطعم حمزاوي، بس المطعم لسه كان تحت التجهيز في الاول. ده احدث حاجه اخذناها. تمام. وده اللي جاري عليه التجهيز حاليا بتكلفه 100,000. 100,000 وهو ان شاء الله يعني هيطلع حاجه كويسه ان شاء الله. اكيد هيكون معانا بعد ما يطلع ان شاء الله نصور. احنا دلوقتي شفنا قبل التجهيز، هيكون معانا في حلقه ثانيه باذن الله بعد التجهيز ونشوف مطعم متكامل متجهز على طريق الحديث. هعزمكم ان شاء الله التصوير خارجي في المطعم ان شاء الله وهتبقى حاجه كويسه ان شاء الله. حلو جدا يا عبدو ان انا مثلا ما اجي افكر ان انا اعمل مطعم ما اشيلش هم اي حاجه. طبعا بجد يعني حاجه بالنسبه لي وتوفير وخصوصا يعني كمان لما يكون مع شركه الخليج. لا خلينا كمان نتكلم في حاجه ثانيه، ان انا فعلا لما اجي افكر ان انا اعمل مطعم بقعد افكر بقى في كل شيء وبشيل هم كل حاجه، وكمان ببقى بعتقد ان انا مش عارف اوصل لحاجات معينه اعملها في المطعم. لكن لما زي استاذ
استاذ محمد لما احنا نروح له طبعا شركه الخليج ويبدا يعمل لنا كل حاجه ويبدا يعني بنعرف منه كمان حاجات احنا ممكن ما نعرفش نوصل ليها. هي دي بقى الخبره والتخصص. تمام. لاننا هنا احنا نفتقد في هنا في مصر كل واحد عايز زي ما بيقول بالفهلوه. أوه. لكن مفيش تخصص، لكن كل حاجه متروح للمتخصص بتاعها طبعا بتطلع افضل ما يمكن، والريحه بدات تطلع. أيوه. والشيف عمل شغل معانا. ايه الاخبار يا شيف؟ تمام. هو كده بس ناقص الفراخ الجريتان تاخده بس وتطلع ونشوف الشكل النهائي. ده ايه ده الشعريه ولا دي الشعريه؟ الشعريه بالحمص. بالحمص والجزر المبشور. والجزر حلو جدا وطريقه جديده. وطريقه جديده. احنا ممكن يا شيف ناكله بدل الرز. ما هو طبيعي. ما هو قلت حاجة جديدة. اضفتي يا شيما اضفتي. فظيعة انا عارفة. طيب احنا دلوقتي معانا اتصال تليفوني صاحب مطعم حمزاوي استاذ احمد رمضان. الو. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي اخبارك؟ ازي حضرتك؟ يعني انت منورنا ونحب نعرف منك بقى ليه بدأت او رحت لشركة ما بدأتش انت تعمل مطعم لوحدك؟ والله الحقيقه يا فندم انا عندي باك جراوند، عندي البيزكس الاساسيات الحقيقه، لاني كنت بشتغل هوتيلير يعني في فندق في كمدير اغذيه ومشروبات. لكن الحقيقه المطاعم تختلف، والحقيقه اللي شجعني على كده لما اتصلت بالاستاذ محمد الحقيقه. الراجل تفضل مشكورا بالحديث معايا تليفونيا ولبى طلبي سريعا الحقيقه. وكنت اوحيت لي بفكره التخصص ان انا اعمل مطعم شاورما فقط. الحقيقه ديت بتديني تخصص في مطعم في حاجه. في حاجه مع ان حضرتك في المجال بس رحت برضو لشركه. طبعا. تمام. بالظبط. انا الحقيقه حبيت اعمل اتبع الاسلوب العلمي. صح. زي ما الكتاب بيقول يعني. صح. وطبعا كان اي واحد كنت ممكن اروح لشركه ديكورات وشركه تشطيب وشركه مش عارف ايه، انما الحقيقه الاستاذ محمد كان صراحه خيره متعاون الحقيقه يعني. هو فعلا ما شاء الله عليه. موجود والله. لكن الحقيقه راجل فاضل بخبرته وافادني كبير كتير جدا، وانا من ناحيه وهو من ناحيه وقاعدين نخطط وان شاء الله نتمنى ان احنا نطلع. حد بيحب شغله جدا يا استاذ احمد، فان شاء الله يعني دايما كده. طيب سؤالي ليك يا استاذ احمد، انت كنت تتصور ان تقدر تعمل مطعم بالتكلفه دي ولا انت كنت حاطط بادج اكبر من كده؟ لا الحقيقه لا. الحقيقه لا، انا كنت قاعد كان بصراحه كانت الدنيا بتدور بيا يعني، هل المبلغ ده هيعمل لي مطعم زي ما انا عايز؟ ده اللي كنا بنتكلم فيه شويه. تشجعت الحقيقه. تمام. وتجرأت على هذا الاساس وبفضل برضو الاستاذ محمد، واحنا قايمين بالشغل على اكمل وجه الحقيقه، وربنا يوفقنا ان شاء الله. انا رب متابع ربنا. الحقيقه هو شجعني برضو ان انا اعمل حاجه اعتمد على الهيجينك في المقام الاول، اللي الحقيقه مفقود في اماكن كثيره جدا. والبرايس والكواليتي اكيد كسعر وكواليتي الحقيقه اللي نشتغل عليهم يعني. تمام يا استاذ محمد، احنا متشكرين ليك جدا. يا استاذ احمد متشكرين ليك جدا، وهتكون معانا ان شاء الله بعد الافتتاح ونشوف بقى نيجي لك بقى ان شاء الله ونشوف المطعم ايه اللي حصل فيه وايه اللي جرى ان شاء الله. ان شاء الله. احنا معانا برضو اتصال تليفوني تاني ناخده برضو الاستاذ محمد. الو استاذه نانسي. الو. 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 ايوه حضرتك اتفضلي. اهلا بيك يا استاذه نانسي. اهلا بيكم. اهلا بيك اتفضلي. الصوت بيقطع، ممكن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ انا كده كويس. تمام مستمعيك اتفضلي. تمام اتفضل. احنا مستمعينك اتفضلي، احنا معاكي على الهوا اتفضلي. معاكم استاذ محمد مرسي صح؟ ايوه معانا استاذ محمد. انا بس حابه اسلم عليك. ربنا يخليك. هو معاكي اتفضلي. ربنا يخليك مدام. حابه اسلم عليك واشكره على جدا ساعدنا جدا في هو معلش الصوت مش واضح قوي. هي بتتصل. طيب حابه تشكر الاستاذ محمد بينا تاني لو قدرت تتصل بينا. تقريبا كان ليها مشروع مع حضرتك برضو ولا ايه؟ هي مدام نانسي صاحبه المشروع بتاع الكونتينر. اوكي. كانت احدى النماذج. احدى النماذج الممتازه جدا جدا. وهي متعاونة بشكل غير عادي. وبصراحة يعني إن شاء الله هنبئ لهم بحاجة كويسة يعني. إن شاء الله بالتوفيق ليها إن شاء الله. أخبارنا يا شيف مع الوصفة بتاعتنا عملنا إيه؟ واو بقى ما شاء الله. إيه ده؟ ده بعد ما الطبق خلص. ما شاء الله تحفة. خدت الجريتان بتاعتنا. أوكي. ده شكل الطبق النهائي.
شكله حلو قوي، شكله جذاب جدا. احنا معانا وصفه تانية كمان يا شيف صح؟ معانا ايمانسي براون باستا. طبعا الناس كلها معتاده ان هو الصوص بيبقى مشروم، الفريدو وايت، الارابياتا ريد، بينك صوص سي فود. فاحنا النهارده هنعمل حاجه مختلفه، هنعمل باستا براون صوص. في ناس كتيره قوي بتعملها في مطاعم، هي موجوده حاليا في بعض المطاعم، بس للاسف احنا عايزين نخلي الناس تعملها في البيت. اوكي يعني طيب. عايزين نضيف للناس اللي هم ان شاء الله يعملوها في البيت. تمام يا شيخ. طب قبل ما نظبط الايتم بتاعتها نرجع للاستاذ محمد ونرجع. طيب كنا عايزين نعرف منك بقى ايه موضوع جمعيه الذواق. هو في الحقيقه ان في مصر او في الوطن العربي والشرق الاوسط تحديدا نفتقد لحته الذوقيات في الاكل. التذوق، حاسه التذوق عندنا ما بيعرفهاش غير بعض الشيفات المحترفه، ودول كله ما لهمش براند او ما لهمش موقع او لوكيشن نقدر نوصل ليهم. فعملنا قدمنا على طلب الجمعيه، جمعيه الذواقه المصريه، اول جمعيه في الشرق الاوسط والوطن العربي كله. طيب. كله. الجمعيه نشاطها هو التذوق للمطاعم، يعني تخصص للمطاعم بس فقط. وممكن لو حد شيف في البيت او شيفه في البيت حاسه ان من الممكن ان تستا يبقى كويس تعمل معانا تيست. طيب هو هيستفيد ايه لما يعمل التست بتاعه مع الذواقه؟ اولا احنا بندي شهادات من كبرى جمعيات الذواقه في بلجيكا وفرنسا المتخصصه في موضوع التذوق. تمام. بالتعاون مع بعض، يعني تعاون الجمعيه المصريه مع جمعيه بلجيكا. الحاجه الثانيه بخلاف الشهادات بندي ميداليات، بندي اوسمه للمطاعم المتميزه. لكن وجب عليه أنه هو هيطبق بعض الشروط على المطعم قبل ما يفكر يقدم على تيست الذواقة. يعني تيست الذواقة دي نقدر نقول اللي هتبقى شهادة للمطاعم تطلع منها بتقييم للمطعم ده درجته ايه، هياخد ايه. تمام. حلو الفكرة. من ضمن الشروط اللي هو المفروض يتبعها للوصول لشهادة جمعية الذواقة، مساحة المطبخ، الهيجين اللي في المطبخ، السلامة والصحة المهنية اللي داخل المكان، كل مواصفات الاستاندر العالمية الموجودة في المطابخ، عشان بس أفكر أو نفكر الجمعية تروح له ويقدر ياخد الشهادة. طيب أستاذ محمد معانا اتصال تليفوني. مدام نورة. ألو. ألو. أهلا بحضرتك، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازيك أستاذ محمد؟ الحمد لله، ربنا يخليك. أنا بس حابة أسلم على الأستاذ محمد وأشكره على مجهوده معانا، وإن شاء الله إحنا نكمل مع بعض، وشكرا على مجهوداتك معانا. أستاذة نورة، يعني إيه اللي أستاذ محمد كان عامله معاكوا؟ يعني حضرتك صاحبة مطعم ولا صاحبة فكرة إيه ولا؟ لا، بارتيشن، عندي بارتيشن. بارتيشن. اللي هو فكرة كافيه. تمام. أوكي. شاكرين ليك جدا استاذ نورة. هو ما شاء الله النهارده الاتصالات كلها ايه، عايزه تشكر استاذ محمد على مجهوده اللي بيبذله من خلال شركته وافكاره اللي ما شاء الله عليه. الله يخليك. طيب شفنا. ايه الاخبار يا شيخ؟ ايه الاخبار؟ الايتم الثاني ايه مكوناته بقى عشان نبدا ننزل بيه برضو الناس تبدا تتابع معانا؟ ده قطع ستيك مع الزبده. مع الزبده بس، بعد الزبده طبعا، بعد ما ناخد الجريتان بتاع اللحمه وتبتدي تستوي وتاخد الوش الجريتان بتاعها، بنضطر ننزل بعديها بالمشروم، بحيث ان هو الانجريدينت كله يبقى اللحمه تاخد الصوص بتاع المشروم معاها. تمام. احنا ما قدرنا نزلت كمان على الهواء يا شيف عشان اللي عايز يتابع معانا الوصفه. الوصفه اسمها ايه يا شيف؟ الاسامي دي غريبه كده ليه؟ ايمانسي مشروم باستا. ايمانسي مشروم باستا. هي يعني هي فرنساوي ولا ايه؟ شويه فرنساوي. تمام. هي 50 جرام لحمه و50 جرام مشروم فريش. 150 جرام. شفت يا شيما قريت عليا. لا يا عبد، ما شاء الله نظرك فظيع، بتجيب من بعيد جدا يعني، ما شاء الله عليك. 120 صوص، مش عارف ايه، حاجات غريبه. المهم يعني المكونات معاكم على الشاشه. واللي حابب يعملها يصورها من خلال الشاشه يا جماعه. طيب يعني دي الميزه بقى يا عبدو، ان الشيف بيعمل لنا وصفات هنا في بيت شيما، بيت عبدو شيما اللي بتعمل في المطاعم، بدل ما يتعمل في المطاعم احنا بنعملها في البيت. لا، احنا بنعملها هنا في البيت، وبرده وصفه يعني نقدر نعملها لان مكوناتها ايه، نقدر نجيبها ونعملها. معانا اتصال تليفوني استاذ احمد. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
ما شاء الله برنامج جميل جدا يا استاذ عبد الرحمن، ربنا يوفقك يا رب. ميرسي، ربنا يخليك. الشيف عامل شغل جامد النهارده. اه طبعا الشيف بجد، الشيف عامل اكل جامد، كان لسه اكون معاك والله النهارده. طب تعالى اتفضل معانا والله وشوف الاكل اللي الشيف عمله. طبعا كلنا معاكم بقلوبنا، وتحياتي للشيف اشرف. ميرسي، ربنا يخليك. استاذ محمد مرسي برضه ما شاء الله عليه، ربنا يخليك، ربنا يوفقك من نجاح لنجاح دايما يا رب. ميرسي، ميرسي لصالح حضرتك. شكرا ليك جدا استاذ عبد، شكرا ليك. مستر محمد، عايزين بقى نعرف حته بس اللي يمكن اتكلمنا عنها بس ما اتكلمناش بالتفصيل، عايزين نتكلم عنها اللي هي تخصص المطعم. ان بتفضل ان المطعم يكون متخصص في حاجه معينه ولا بيبقى مطعم شامل؟ التخصص طبعا. التخصص. التخصص. بيعمل حاجه، التخصص ليه مجموعه مميزات او مجموعه فوائد غير عاديه. يعني النهارده اولا بوفر حاجه اسمها قسم، اسمه قسم المشتريات. احنا ليه بندخل قسم المشتريات في المطاعم؟ لان تعدد الاصناف والكميات وكثره الموردين بيخليني انا اخصص حد متخصص للحته دي بحساباتها المشترياتها بحاجتها. انما النهارده لما اجي اتكلم على صنف، فهو الصنف ده يا بيوصل لي انا بجيبه بس فرد حاجه واحده، منتج واحد سعره ثابت، متابع المنتج دوت في السوق اخباره ايه. الحاجه الثانيه ان انا بخلاف ان انا بوفر مشتريات، انا بعمل حاجه اهم من ده كله، انا مركز على تيست وعلى كواليتي وعلى كوانتيتي، الكميات اللي محطوطه، بدور على رضا العميل قبل ما بدور على رضايا في تيست حاجه واحده. بخلاف لما انا ادور على رضا العميل في 10 15 صنف، صعب ان انت تتميز فيهم كلهم. بالظبط. يعني نقدر نقول التخصص يؤدي للتميز. التخصص يؤدي للتميز، مظبوط، كلام معاك مظبوط. كل ما نتخصص كل ما ربحيتنا بتعلى، كل ما نتميز في المجال بتاعنا، مش بس في المطاعم، في اي حاجه. اي حاجه في الحياه عامه لما تتخصص فيها وتركز فيها هتبقى ممتاز قوي، هتديها اكتر يعني. هتديها اكتر وتبقى ممتاز فيها. طيب ايه بقى هو تخصص الشركه بالنسبه للمطاعم؟ بصي، احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على معاناه المطاعم في مصر. طيب. وقلنا ان هو بيحصل معاه دروبات. احنا في الفتره الحاليه دي، في الايام اللي احنا فيها، شهر 11 و12 و1، في عمليه من الركود موجوده في المطاعم المصريه. وده راجع للعملاء اللي موجودين معانا، او العملاء اللي موجودين معانا كلهم بيبلغوا، مش مع الشركه، اللي في السوق، كل اللي هو عنده مطعم في السوق بيقول العمليه فيه ركود. فنزلنا بصينا على الدنيا في اماكن كتير مختلفه، فعلا في ركود. ده راجع لايه بقى؟ ده سيزون امتحانات نص السنه. فمحدش النهارده على استعداد ان هو لا يصرف ولا يخرج، كله مركز على حته امتحانات نص السنه. ادي دي واحد. اتنين، السيزون اللي موجود حاليا الوحيد اللي نقدر نستفيد منه هو 25 12 اللي هو الكريسماس ورأس السنة و7 يناير. معلومات مهمة جدا يا معلم. هم دول أصحاب المطاعم المفروض يركزوا عليهم في الفترة الجاية. دول الثلاث مواسم الموجودين. بخلاف كده هيبقى في ركود إلى 21/1 أجازة منتصف العام. بعد شهر واحد في حياة كويسة. فإحنا الحاجات دي إحنا اللي بنطلعها لك، إحنا متخصصين في إن إحنا نقول لك مصير المطعم إيه في الفترة الحالية. طبعا هي العلم بإيد ربنا سبحانه وتعالى والغيب بإيد ربنا، بس في حاجات معينة. دراسة السوق مجالنا، فإحنا عارفين شهر كام الدروبات. فبالتالي إحنا متخصصين في حل مشاكل المطاعم نفسها في الأوقات دي، في الأوقات دي اللي هو اللو بيزنس اللي إحنا بنقول عليه. اتنين، مشكلة العمالة والاستاف. ازاي احل مشكلة عمالة مش موجودة وبدأت تتلاشى، وبدأ التخصص في العمالة دي يتلاشى يوم عن يوم. بنعالجها لينا الطرق بتاعتنا اللي احنا بنقول لك خلاص مفيش بعد كده حاجة اسمها انا محتاج جدا جدا شاف للمكان يقفل. يعني العماله طبعا بيبقى لها عامل والماتيريال والديكور والبتاع والتخصص، كل ده كلام كتير جدا. ممتاز. بنفضل فيه معاك يا مستر محمد. يعني احنا مش هنعرف نخلص في حلقه ولا اثنين كتير جدا والله بجد فعلا. يعني لما بحبكم موجود معانا يعني لسه الوقت اساسا كان المعلومات مهمه جدا معاكم حضرتك. ربنا يخليك يا استاذ محمد علي، صاحب شركه الخليج لاداره وانشاء وتاسيس المطاعم. نورتنا النهارده، ربنا يخليك. شكرا ليك جدا. احنا هنخرج فاصل ناخد تقرير ونرجع تاني بعد الفاصل، استنونا.